كان حصل حد برضو كده مجهل، يعني حد معدوم، حد نكرة، حد ملوش أي معنى في قرية، وبعدين عايز يبقى الناس تتكلم عنه، محدش عايز يتكلم عنه، يعمل أي حاجة محدش عايز يعرفه ولا حد عايز يتكلم عنه. فلقى قتيل قال لك حلو قوي، أنا كده إيه يعني فرصة وجات لك يا معلم بقى، وإيه وعيش بقى. فدخل على القتيل ده، قام جاي ايه حاطط الطاقيه بتاعته جنبه، حتى اثار من عنده كده، بحيث ان يتقال مين اللي قتل القتيل ده، فلان الفلاني، حتى لو هيشيل مصيبه، حتى لو هيعدم، حتى لو اي حاجه، بس المشكله في ايه، او الميزه في ايه، قصدي الميزه ان هو يتقال انه فلان جه وفلان راح. فقعدوا بقى يقولوا دي طاقيه مين، طاقيه علي، ومين اللي عمل، يبقى علي اللي قتل، يبقى علي اللي راح، علي اللي جه، علي اللي عمل. فقال لك علي ما علي لبده ما لبده، اللي هي الطاقيه دي يعني. وبقت جابت سيرة علي، وبقى في علي، وبقى في حوار مع علي، وبقت البلد كلها بتتكلم، وهيودوا علي المشنقة، بس مش مشكلة، علي بقى موجود، فقطر بقت موجودة، وتركيا بقت موجودة، وبقت الدنيا بهذا الشكل، واحنا مبسوطين بكده وبننساق ورا كده.